لو الحكاية فيها إن فيجو الشرطة دي يعني الشرطة والجيش من غيرهم يعني ما نعرفش. ربنا يوفقك. ما عرفت تفتح قناة السويس؟ يا رب يخليهم، يا رب يخلي الشعب المصري. بتتمني ايه مع فتح قناة السويس؟ اتمنى اللي جاي واللي جاي واللي جاي، وان شاء الله كل الخير هيبقى على مصر ان شاء الله. حاسة بأمان؟ جدا جدا، لما بشوفهم كده بحس ان فعلا مصر هي مصر. ربنا يوفقك. ممكن تمسكي بقى كاية المعاينة ده؟ تحيا مصر. سي جدا اللي زي مصر والمصريين. سي يا فندم. الشعب المصري. واحدة بس قطعة ولا اتنين؟ المفروض ان انتوا بتوزعوا قوت التهنئه والشكر على الهدف ايه يعني؟ الهدف ان احنا كلنا فرحانين، يعني احنا من الشعب المصري، خليط واحد من الشعب المصري، كلنا فرحانين، يعني الفرحه من جوانا احنا، مش احنا مش الهدف من الوزاره ان احنا من لا الوزير، واحنا كلنا فرحانين بالموضوع. حضرتك ده كل انا الاستهداف دول اللي جماعه خونه صغيره شويه صغيره، انت مش هتلاقيهم معدودين اصلا، يعني في وسط الزحمه دي مش هتلاقي. انا هلاقي 100,000 واحد يحكي عليا ويطبطب عليا ويخاف عليا اكتر من نفسي، ما تلاقيش عليا خالص. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبي. امال ايه؟ امال ايه؟ طب حضرتك يعني نسبه كتير، خليكوني 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 خلاص ماشي.